ماشي، عندي شغل ضروري ما فيني. لا لا ما راح اتاخر، ما عندي زبون ضروري انا هلا بدي اخلص معه برجع البيت. ايه مين جلسة؟ شبه جلسة بكره؟ لا انا ما فيني انزل احضرها. انت بدك تنزلي. كلوا لكم لقمه من الصبح على لحم بطنكم. بدي اكون معه اجباري لحتى اسمع منه كل شيء. ما حدا له نفس ياكل. طيب يلا. بعرف ما حدا له نفس ياكل، بس انت لازم تاكل مشان تاخذ دواء. طيب خلص ماشي يلا باي. قلت لها شيء؟ لا لا تخاف. احسن مثل ما اتفقنا. شو فيها اذا عرفت؟ بلكي فيها تساعدنا بشيء. خلاص يوسف خلاص، ما بدي حدا يعرف. قلت لكم ما بدي حدا يعرف. طيب ماشي، روح على بيتك، ما بصير دياله تحس على شيء. انت برايح خذ ريما بطريقك واصل على البيت. لا انا ما بدي روح، بنتي سافرت وابني رجع على حمص، ماني قدراني اقعد لحالي بالبيت. ريما ما حنستفاد شيء، روحي. حياة الرب تتركني على راحتي، بلكي رجعت. خلاص خليكي. طيب بابا خبروني شو بصير معكم. ايه بكره بجي الصبح. يلا تصبحوا على خير. على السلامة. بابا الله يخليك، أنا فيني ضل، إذا بدك ياني بضل، إذا محتاجني فيني ضل، فيني لاقي 100 حجة. يوسف يوسف الله يرضى عليك لا تجادلني، خلص إذا احتجت شيء أنا بحاكيك. ماشي أمرك بابا. ريما خبروني بكره شو بصير. مصطفى وين ما كنت دق لي، بتبعتي رسالة. ريما خلي مصطفى ياكل وياخذ دواء وينام. خالي انا اسف، الحياة ضمن الخطة. لك عارف تكذبي، لما سألتك كيف رح تضمني أبي ما يفضحنا قلت لي اتركها علي. أنت خطفتي حياة. شبك شبك ليش هيك عم تعيط؟ عم تشك فيني أنا؟ أنت ما بتعرف قديش بحبها لحياة يعني؟ لك شبك؟ لك عمي هذا الحيوان معتصم، اتصلي لي فيه أشوف. يوسف كبر عقلك، اللي صار صار، نحن ما فينا نوقف بوش هدول العالم. لك اتصلي لي فيه، أختي مخطوفة وأنتم اللي خاطفينها، اتصلي لي فيه لأشوف. لك والله إذا عرف أبي ليش شرحنا. اللي صار صار يوسف، شبك حبيبي؟ وحياة عيونك حياة منيحة، أنا عم أطمن عليها. قلت لهم شو بتحب وقلت لهم شو بتكره، وفي دكتور واقف فوق راسها، شو بدك أكثر من هيك؟ وبتقولي لي مالك علاقة هون؟ لا مالي علاقة، أنا لما عرفت تصرفت. بدك ياهم يقولوا لي سوري مدام، بدنا نخطف أخته لجوزك. يا يوسف يا حبيبي، يلي منقدر نعمله هلا إنه نحن نبين لهم إنه نحن واقفين بصفهم، هيك حياة بترجع لعند أبوك وأنا كمان مستفيد. لك عشان قليل منستفيد، صرنا متورطين لهلأ بخطف واخفاء جريمة قتل. لك من وين طلع فيكي كل هاد؟ خلص يوسف خلص، مبسوط بعيشتنا يعني؟ لك مقر الشركة أبوك تبرع لنا فيه، وحتى ما كان يحطه باسمك. عم نشق حالنا بالشغل ودوبنا، عم نطالع أجار البيت ومصروفنا، حتى سيارتك هو دفع لك حقها. شو مبسوط هيك يعني؟ لك كل شي لأبي رح يصير إلي، عطول الموضوع له علاقة بالمصاري عندك. عنا عنا أنا وياك، أنت يلي كنت تفكر هيك أكثر مني. لك بس مو هيك حبيبي، بترجاك فكر بالشي اللي عم قلك يا. بكرة حياتك بترجع لعند أبوك، نحن بناخد مصارينا، وغير هيك منصير الكل بالكل بشركة البنك. غير هيك يا أما بدهم يحطونا بالحبس أو يقتلونا، شو رأيك؟ ليه؟ أبوك هلأ شو ناوي يعمل؟ لسا ما بده يخبر الأمن مو؟ لا قال ينمحق التحقيق، كل شي بهمه أنه ترجع حياة بالسلامة، وقال ما خبرك أنه مخطوفة أو شي. ايه طبيعي طبيعي طبيعي، لازم، لأنه هو هيك بيحب ياخد حذره، معناتها هو كمان مانو حابب أنه صعد الموضوع. لك شايف شايف أنه كل شي عم يصير لصالحنا؟ حبيبي فكر باللي قلت لك يا بليز،
روح من وشي، روح من وشي. It's okay. لازم تاكل تسند طولك ابو يوسف. بحياه الرب تفهمني شو في براسك. حدا اتصل لك؟ يعني ما يطالعوها بعد ما عرفوا. راح يتركوها، راح يتركوها، بس يعرفوا اني ما راح اغير التقرير. يا رب. هني العبيد عمار. طلعي شوفي مصطفى شو وضعه. لو سمحت دكتور آدم، الموضوع ما بيتحمل تأجيل. طيب طيب، أشكرك. شو سيدي، رح يجي؟ رح يجي، بس كان عنده ظرف عائلي، بنته مريضة. بس اللي صاير عنا هون أهم من كل ظرف. هلا الزلمة صار له 5 سنين ما استلم قضايا، وأنت رحت طلبت منه يساعدك بالقضية، وجيت لعندي لحتى عملت له تكليف، وما صدقت على الله وساعدك بالقضية. بعد كل هاد جاي هلا تشكك بمصداقيته؟ سيدي سيدي، أنا ما عم شك بمصداقيته، بس في شي صاير مو صح. يعني خلاني ابني تحقيقي على أساس أن الضحية حامل، وحققت مع المتهم على هذا الأساس، وكان هو متأكد من هي المعلومة، وفجأة هيك من دون أي مبررات بغير رأيه. ورد، هذا اتهام خطير لحدا مثل آدم عبد الحق. سيدي أنا ما عم بتهمه، هذا اللي صار. طيب ماشي، لحتى يجي ونفهم شو الموضوع. شوفك ويسمع منك، ولهيك كان ناوي انه يروح على الشركه. على البيت افضل؟ ايه خلاص، اللي بيريحك ما في مشكله، بس بعد اذنك تدلني على العنوان. وين؟ ايه تمام تمام، عرفته. اوكي 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 اوكي، ربع ساعه بنكون عندك. ماشي استاذ. باي باي باي. لك لسه عم تعتذري منه؟ أستاذ معتصم؟ لك لك مجرم، هاد مجرم. ونحن؟ ونحن شو؟ شو نحن شو؟ نحن بعد اللي صار صرنا مثله. ليكي، أنا كل شيء عملته لأني ما بدي إياكي تنكشفي وتنسجني، عم تفهمي؟ ولك وأنا بحبك، أنا كمان كثير بحبك. كرمال هيك يوسف ببوس ايدك، ببوس ايدك، خلينا نخلص يلي صار بقلنا الخسائر. لك ما راح اهدى لحتى اطمن على حياة من هالحيوان، وشوف وينها. ماشي ماشي الحال، بس اهدى ماشي، اهدى شوي. الله يوفقك، الله يخلي لي اياك. بابا. الو، وين بابا؟ إيه لا وصلت ديالي على المحكمة، وانا هلا بطريقي لعندك. في شيء جديد؟
أبي لا تعيط علي، مو أنت قلت لي تصرف طبيعي مشان ما تحس؟ شو يعني؟ شو إلا ما بدي وصلك على المحكمة لأنه في شيء ما لازم تعرفي عنه شيء، شو يعني شو عمل؟ فهمني ارحمني يا زلمة ارحمني. ماشي يلا يلا رايح لعنده. ماشي الله معك. المصطفى لحاله روح لعنده. طيب حبيبي اهدى شوي الله يوفقك. ما راح اهدى.